ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه مركبه فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول. ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر